طبعا صار في الجاهلية موقف إن كان فيه حاطه كاس أنت يا بنت الزير، وكان زير دي زير بنته، ما هو باليمامه، لا 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 بنت كليب، بنت كليب زين، وهو صغير أنت يا عمرو بن كلثوم، أمه صبت كاس كذا طبعا، وش كان جالس هو وأبوه وجده الزير، طبعا جده الزير كان جالس يسار وكان ابوه جالس على اليمين، فراحت هي ومدت الكاس من اليسار اعطته ابوه، اعطته ابوها، فقال عمرو بن كلثوم ليش تمدين الكاس على اليسار وتعدين ابوي وتعديني انا؟ والله ان ابوك مو بشر الثلاثه. السلام عليكم. وعليكم السلام من الله تعالى وبركاته. ما حد سمعك تاخذ تيشيرتي. زين اجلس اجلس اجلس، خلنا نكمل. قاعد اقول رساله، خلنا نكمل السالفه. قال والله انه والله انه ابوك مو بشر الثلاثه. دقيقه ابو علي دقيقه، ليش تتهمني تقول اخذ تيشيرتك؟ خل الموضوع لا لا تقعد تبنقل يا حبيبي، لا تجدع الكلمه وتغض، تفهم ولا لا؟ خلاص كنك فاتح نص المحادثه حقت السناب. ها تعال. زين ف قال ليش تبدينا الكاس من يسار والكاس المفروض تبدينا من يمين، ولا عشان ابوس الزير؟ والله انه مو بشر الثلاثه. قال ابوه هنا كلثوم بن مالك ولا ديسكت، والله ان ابوها شر الثلاثة، جدك ذا شر الثلاثة. فبدا ايش هو وامه دايم يناقشها، والله اني انا فارس، قالت والله ما انت بجايين مثل جدك الزير ولا مثل ابوك، لا خذ الكلام. فكان فيه ملك، راحت الايام وفيه ملك يعني جبار، فجالس كذا مع الحاشيه، قال لهم من هل تتوقعون فيه احد امه تأنف من انها تخدم امي؟ امه وشو؟ يعني تأنف بمعنى يعني ترفض امه، تعبى اي تعبى، تأنف يعني تشوف انها اعز، فهمت؟ الحين يقول انفت العرب، نعم فهمت؟ نفس ابليس يوم ابى اي، فقال تعبى او تأنف من خدمة امي؟ قالوا لا 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 يا طول العمر، الا جاء واحد قال والله فيه واحد اتوقع ان امه ذكرت انا قال اتوقع انه بترفض امه. قالوا من هو؟ قال عمرو بن كلثوم. اوف. قال لي قال والله بتشوف هي ابوها الزير، ولدها عمرو بن كلثوم فارس، وزوجها فارس، وعمها كلي. والله اتوقع انها ايه. قال اجل انا اعلمكم ان ما فيها، انا بوريكم. قال جيبوها طبعا، وجابوها على انها كعزيمه، عزموا عمرو بن كلثوم، قال خلوا امك تجي. فجاء هذا الملك قال لامه اسمعي، خلي الخدم عنس يروحون، واجلسي انت وياها لحالكم، فقولي اعطيني الحاجه هذه. اعطيني القدح لقدام. الاناء هذا ولا القدح، اعطيني اياه ولا الكاس، يلا عشان ما راح انت سياحيا. زين المهم، فيوم جلست هي وام عمرو بن كلثوم وقاموا الناس، قالت اعطيني هذا الاناء اللي هو القدح ولا الكاس. كانت ربة البيت تقوم لحاجتها. قالت معليش بس اعطيني الاناء هذا. قالت ربة الحاجة تقوم لحاجتها، صاحبة الحاجة تقوم لحاجتها. طبعا ولدها ولدها وين جالس؟ في المجلس حق الملك، هو اللي معه. وكرت عليها. قالت ما عليه انت تجيبي بس هذا الكاس. يوم جت ثالث مرة. وهي تصيح تنخى، اللي قالت وذلاه، قالتها كلمه ولدها سمع، هو في المجلس في حضره الملك، يقولون داخلين ما معهم ايش سيوف، كان في سيف معلق، فوش سوى ولدها؟ لقط السيف وذبح الملك. لقط السيف ويوم سمع امه بس تعتزي، ويلقط السيف ويذبح الملك. ذبح ها؟ ذبح من؟ ذبح الملك. ايوه ولدها، ويلقط السيف وعلى طول يذبح الملك، وياخذون ويقال انهم هبوا القصر كله هذا. ف
فهو راجع عشان عزو. ايه فيوم رجع قال لامها ايش رايك الحين انا اشر الثلاثه ولا لا؟ ولا لا انا الحين ولا؟ قالت له الحين انت ما في ما في كلام. فذك وكتب فيها معلقته اللي هو يقول يعني خالها الزير صح؟ جده الزير. وش اسمه وخاله وابوه عمرو شو مالك شو اسمه انا ضيعت اسمه ابوه كلثوم بن مالك برضه سيد من سادات تغلب وجده ابو امه الزير وخاله كليب اخو جده. فقال هنا معلقته يا مرحبا اللي هي 80 بيت اللي هي قال ورثنا المجد قد علمت معد بشيب بالحروب مجربينا وولدان يرون القتل مجدا واي المجد الا قد ولينا. طويله هي من ضمن الين قال ورثت مهلهلا والعز فيه واي المجد الا قد ولينا ومن قبل السعي كليب. طويله الين قال فيها الين قال باي مشيئه عمرو بن هند اسم الملك عمرو بن هند إيه تطيع الوشايه وتزدرينا باي مشيئه عمرو بن هند نكون لامك مشغول القادمين. الين قال فيها طويلة والله 80 بيت والله اني هذا عزوة هذا عشان عزوة امه هذا عزوة امه.